انطلقت فعاليات البطولة الحالية لكأس الجامعة بمشاركة 36 فريقا، من بينهم 24 فريقا ممثلا عن طلبة، تقول كليات جامعة الشهيد عباس الغرور بولاية خنشلة، وستة فرق لكل من الطاقم البيداغوجي من أساتذة الكليات ومعاهد الجامعة، إضافة إلى فرق الإداريين لذات الكليات، يتنافسون جميعا على لقب بطل كأس الجامعة الأولى من نوعها على مستوى الوطن، والمزمع ختامها مع احتفالات عيد الطالب في 19 ماي، وهي المبادرة التي أعطت دفعا جديدا للأسرة الجامعية بعيدا عن الجو الرسمي لبروتوكولات الجامعة الجزائرية، وسط استحسان الجميع من المشاركين، وهي التظاهرة التي أشرف على تنظيمها مدير جامعة عباس الغرور في إطار برنامج إحياء ذكرى عيد الطالب. الزميل طارق مأمن حضر الافتتاح وعاد بالتالي. فرصة سعيدة أن تشارك كلية الحقوق والعلوم السياسية بمعية كل كليات الجامعة في إطار مبادرة السيد مدير الجامعة لتنظيم كأس الشهيد عباس الغرور بجامعة عباس الغرور خنشلة. هذه طبعا الدورة مبرمج فيها التنافس بين كل الكليات. كانت فيها دورة بين الأساتذة وبين العمال وبين الطلبة بمناسبة عيد الطالب. نستحسنوا مثل هذه المبادرات حقيقة، أن الجامعة تاعنا اليوم راهي تعيش واحد الانفتاح، واحد الحركية جديدة. المبادرة هذه كانت فعالة، وكانت يعني خرجتنا من واحد الجو تاع التعليم وتاع يعني الجامعة تاعنا كانت دائما سباقة ودائما ظاهرة في جميع الميادين. احنا نقولوا باللي النشاط هذا يعني يزيد في رقي الجامعة ويزيد في وسامتها ويزيد في منزلتها. بالرياضة الجامعية نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الرياضية، والعودة إلى زميلتي نسيمة. شكرا لك محمد. إذا مشاهدينا الكرام، ختام وظهيرة الإخبارية، نلتقي على رأس الساعة بحول الله، في أمان الله.